اتفضل بيه. اتفضل تمام، جاهز كده؟ يا أمل دكتور الحاج. احمد. ماشي يا حبيبي، بسم الله الرحمن اتفضل يا الرحيم. بيه. ماشي يا حبيبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا أنا بشكر الزميل العزيز والأخ الجميل دكتور هشام الشيخ، مجهوده الحقيقة يعني ربنا يسيبه عليه مجهود كبير في الحاجات اللي بيعملها دي، والحقيقة يعني زي ما احنا شايفين كده انه بيعمل حاجة فعلا بدون مقابل ولله عشان الناس تستفيد بيها، ودي حاجة الحقيقة نادرة جدا في القيادات الجماعية. فأنا بتني كان تنين أنكرر الشكر لدكتور هشام للي بيعمله، لأنه لم يسبقه إليه أحد. فبحييك يا هشام والله على مجهودك الجميل يعني. ثانيا انا برحب طبعا ان انا ابقى في زوم مع دكتور طلال. دكتور طلال ده بالنسبه لي حبيبي وراجل غالي عليا قوي، فكون ان احنا نبقى في سيشن واحد ونتكلم مع بعض دي حاجه جميله جدا. وبسعد بقى طبعا بوجود دكتور حسام. دكتور حسام برضو من الناس النشيطه جدا والناس الرائعه جدا جدا يعني. فواضح ان اليوم والنهارده طبعا معانا الدكتور احمد زيدان، نجم من نجوم الجراحه في بنها، علشان الحلقه كده تبقى كملت، وحنا واضح ان احنا هنشوف يوم علمي جميل ان شاء الله باذن الله. نبتدي في المحاضره بتاعنا. طبيعي المحاضره انا دايما بحب المحاضره تبقى في موضوع يمثل الى حد ما صعوبه شويه عند فهمه بالنسبه للناس الصغيره، ولكن احنا بنحاول نبسط الكلام بحيث يبقى الكلام سهل على الناس ومش هناخد وقت كتير ان شاء الله. موضوعنا هو الايمجنج والبنكرياس. البنكرياس الحقيقه هو طبعا عارفين ان هو ريتروجوتينال ستراكشر، وريتروجوتينال ستراكشر متغطي بالاستومك ومتغطي بالكولون، وبالتالي الكلينيكال اكزامينيشن بتاع البنكرياس out of benefit، صعب جدا تطلع منه اي داتا الكلينيكال اكزامينيشن لانه ديبلي سيتد اورجان. فمن لما بيتضاءل الدور الكلينيكال اكزامينيشن بيتعاظم دور الدايجنوستيك ايمجينج. ومن هنا لازم نبقى فاهمين ايه هي الديفرنت ايمجينج موداليتيز في الدايجنوزيس اوف بانكرياتيك ليجنز. احنا عندنا بلين راديوجرافي وعندنا التراسونوجرافي وعندنا هاي ريزولوشن سي تي مالتي ديتكتور وعندنا الام ار اي وعندنا البيت سي تي. كل حاجه من دول لها رول، هنحاول نشرح اجمالا الرول بتاع الدياجنوستيك ايمجينج موداليتيز دي مع بعض، وبعد كده نتفرج على ابلكيشنز في ايمج. اولا بنبتدي بالبلين راديوجراف. البلين راديوجراف برضه عشان ما نبقاش نضيع وقت العيان، لانه حالات البنكرياس دايما بتبقى حالات معظمها حالات كريتيكال، فالبلين راديوجراف له ليميتد رول، ومش هدور مش هضيع وقت العيان ان انا اعمل له بلين راديوجراف سواء كان بلين اكس راي او باريوم ستادي او الكلام ده كله، لانه برضه الداتا اللي هتخرج منها ليميتد فاليو، وبالتالي احنا نشوف ايمجينج موداليتي لها بنفيت سريعه وديتيلد بالنسبه لعيان البنكرياس. برضو بالنسبه للالتراسونوجرافي، الالتراسونوجرافي يظل له الثلاث ميزات بتاعته اللي هو الاكسسبيلتي واللو كوست والبورتابيلتي، ده على العموم. لكن برضو بما انه البنكرياس متغطي بالباول جاز ومتغطي بالكولون الجاز ومتغطي بيه الاستومك وكده، ففي بعض الاحيان ما بنقدرش ناخد فاليبل داتا، يعني ممكن اشوف ماس او سيست، لكن برضه الديسكريميشن بتاع الماس او السيست عن طريق الالترا ساوند الحقيقه برضه مش هيبقى فاليبل جدا يعني. طبعا في حاجه اسمها الاندوسكوبيك التراسونوجرافي، والاندوسكوبيك التراسونوجرافي مش احنا اللي بنعمله، اللي بيعمل الاندوسكوبيك التراسونوجرافي الاندوسكوبيست او بتوع الجاسترونترولوجي. ولكن ميزه الاندوسكوبيك التراسونوجرافي انه هو بيعمل ديفرنشيشن للبنكرياتيك هيد ماسز او سيست ويفرق ما بينهم، وممكن نعمل انترفينشن تكنيك بالاندوسكوبيك التراسونوجرافي للسودوسيست، وبرضه
بالاندوسكوبك الترا صاروخ ممكن نعمل الاستوجرافي ونشوف الديجري اوف ستيفنس بتاع البنكرياتيك ماس عشان نقرب الدياجنوزس، وممكن ناخد كمان من السوليد ماسز بايوبسي. وزي ما قلت لك ان الالترا الاندوسكوبي الاندوسكوبك الترا صاروخي ما هواش الحقيقه يعني مش بتاعنا، بتاع جماعه الجاسونتولوجي. نخش بعد كده الستين. الستين هو بقى الموداليتي اوف تشويس للايمجنج بانكرياس، هو يعلو على كل الايمجنج موداليتيز، هو اللي بيدي الداتا الكامله للاسسمنت اوف بانكرياتيك ليجن. ولو حبينا نعمل كومبلمنتري اكزام ممكن نعمل جنبه ام ار اي، ولكن السي تي هو الموداليتي اوف تشويس بشرط ان احنا على الاقل نستعمل جهاز 16 سلايس اب تو 64 سلايس. فوق ال 64 مش هيضيف داتا، يعني لو 320 سلايس مش هيضيف حاجه جديده خالص. التراي فيزيك ستادي والفوليومتريك ايمجنج كل ده هنعمله عن طريق ال 64 سلايس. هنعمل سلايس ثيكنس 0.5 ملم، وبنستعمل اوتوماتيك انجكتور ونستخدم 120 ملي كونتراست بسرعه 3 ملي بير سكند. ولما مش هندي العيان اورال جاستوجرافين هندي له نيوترال كونتراست اللي هو الووتر علشان ما نبوظش الريزوليوشن بتاع الايمج. في السي تي في الايمجنج بتاع البنكرياس بيبقى تراي فيزيك ستادي، عندنا الارتيريال فيز والبنكرياتيك فيز او البرينكيمال فيز والبورتال فيز او بنسميها الهيباتيك فيز، وكل فيز من دول بتدي داتا قيمه جدا بنقدر نحدد فيها احنا فين يعني مثلا الارتيريال فيز هيقول لي مابينج، هشرح لي مابينج للارتيريال او الفاسكولار سبلاي حوالين البنكرياس، وبالتالي نقدر نحدد الريسكتابيليتي من النون ريسكتابيليتي. لكن الارتيريال فيز ما يعني في الاسسمنت اوف الماس اتسلف هيبقى البرينكمال فيز هي اللي بتاخد الابر الابر هاند. ثاني حاجه برضو الارتيريال فيز سكسسفول فور ديتكشن ايرلي ديتكشن اوف ليفر ميتاستاسيس. زي ما قلت لك انه بيحدد الريسكتابيليتي، الارتيريال فيز بيحدد الريسكتابيليتي والان ريسكتابيليتي بتاع البنكرياتيك تيومرز. بالاضافه في نوع من التيومرز في البنكرياس اسمها اندوكراينال تيومرز، ودول سب تايبس. الاندوكراينال تيومرز دول هايلي فاسكولار تيومرز وبتاخد انهانسمنت في الارتيريال فيز وبعد كده بتعمل ووش اوت في البورتال فيز، لكن هي في الارتيريال فيز الحقيقه بتبان بافيد كونتراست انهانسمنت. وعشان كده ميزه الارتيريال فيز انها بتدكت الاندوكراينال تيومرز اوف بنكرياس. في البنكرياتيك فيز او ومعها طبعا بعديها البورتال فيز، دول الاثنين دول سفيشنت ان انا ديتكت التيومرز في البارينكيما بتاع البنكرياس، وفي نفس الوقت برضه ديتكت الهيباتيك ميتاستاسيس. الليميتيشن الوحيد بتاع الترايفيزيك سي تي هو اللي هو وي كان نوت ديفرنشيت بتوين مالجنت لينف نود لو في بري بنكرياتيك لينف نودوماسي، وي كان نوت ديفرنشيت بالترايفيزيك سي تي المالجنت لينف نود من البناين لينف نود او لينف نودوماسي، وده هيبقى فانكشن لبعض الايمجنج ده زي البيت سي تي اللي زي ما هيجي بعد كده. بالنسبه للام ار اي، الام ار اي زي ما احنا شايفين هو ما هواش الفيرس دياجنوستيك ايمجنج موداليتي، لكن هو كومبلمنتري للسي تي. زي ما احنا قلنا السي تي زي ما هنشوف في الحالات بيشخص كل الحالات، بيدي توبوغرافيا كويسه قوي، لكن لو احنا عايزين نعمل مور اسسمنت عندنا الام ار اي فيه بعض الادفانتج اللي بيتوضح لنا الصوره اكتر. زي مثلا الام ار سي بي، الام ار سي بي بنصور بيه البنكرياتيك داكت والكومبايل داكت باستخدام السنجل شوت فاست سبين ايكو تي 2 سيكونس. وفي حاجه اسمها السكرتين ام ار سي بي. السكرتين ام ار سي بي ده له دور في تشخيص الاوكسوكراين فانكشن بتاعه البنكرياس زي ما هيجي في السلايدز اللي جايه. طبعا احنا عارفين ان الام ار اي بيدي سوبريورتي في المورفولوجي بتاع او المورفولوجيك فيتشرز بتاعت الماس او السيستم. بالاضافه للام ار بيضيف لي الام ار سبكتروسكوبي.
لانه احنا في بعض الاحيان عندنا مشكله. انا عندي ماس في الهيد اوف بنكرياس، يعني مش عارف هل دي نيوبلاستيك ماس ولا فوكال انفلاماتوري ماس، لان عندنا في الكرونيك بانكرياتيتس ممكن تبقى فايبرو اديمتاس ماس موجوده في الهيد اوف بنكرياس ونفس الكراتيريا بتاعتها شبيهه بالتيومر اند وي كانوت ديفرنشيت، لكن بالام ار اس ممكن نعمل ديفرنشيشن واضح قوي ما بين الفوكال بانكرياتيتس والبنكرياتيك كانسر. الام ار اي بيضيف لنا الديفيوجن، لانه يعني الاي دي سي فاليو مهمه في اننا نقدر نعمل ديفرنشيشن للديفرنت سب تايبس بتاعت الاندوكراينال تيومرز. بالاضافه الوالفات سبريشن تي 1 ام ار اي ده سنسيتيف جدا في تشخيص شكل ومورفولوجي بتاع الكرونيك بانكرياتيتس. الايمجنج موداليتي اللي ذات قيمه وادد فاليو في عمليه الايمجنج هو البيت سي تي او السبكت سي تي. البيت سي تي طبعا بيعمل امبروفمنت لللوكاليزيشن والكاركترايزيشن للبنكرياتيك اندوكراينال تيومرز باضافه الخمسة هيدروكسيتريبتوفان، فده بيخلينا ديتكت الاندوكراينال تيومرز حتى لو مزد بالسي تي العادي، برضه سنسيتيف في الديتكشن بتاع الميتاستاسيس والماليجننت ليمف نود. ممكن البيت سي تي يحدد لي الماليجننت ليمف بيريميكراتيك ماليجننت ليمف ادينوماسي. برضه السمول ليجنز اللي هي اقل من 2 سنتي ممكن البيت سي تي كان ديتكت ات. ده ملخص للدياجنوستيك ايمجنج موداليتيز في حالات البنكرياس. هنعمل سكوب سريع على بعض ال الايمجز كولكتيفلي، مش سبيسيفيك على حاجه معينه لكن كولكتيفلي كده. دي حاله معمول لها اي ار سي بي، وهنا كات اوف للبنك الكومن بايل داكت ودايليتد كومن بايل داكت، فكل دي احتلت طبعا ايه كولانجيو كارسينوما. الحقيقه الام ار سي بي ادى نفس الداتا اهو، الكات اوف والجراديوال تيبرنج بتاع الديستال اند كومن بايل داكت والاوبستراكتيف جونز ودايليتد في نفس الوقت برضه دايليتد بنكرياتيك داكت. فهنا الام ار سي بي بيديني فاليو قيمه جدا. هنا برضو ده ترايفيزك سي تي في الارتيريال فيز موضح سيست في التيل اوف بانكرياس. الحقيقه الكلام عن السيست في الـ في الـ في الـ في البانكرياس عندنا كلام كتير. هل دي سيمبل سيست؟ هل دي نيكروتيك سيست؟ هل دي يعني التفرقه ما بين الاوسيستيك تيومر؟ فهنا الام ار اي عندنا ده تي 2 ام ار اي مبين السيست ان ما فيهاش نيكروتيك ديبرس بريسيبيتيد تحت وما فيهاش انترنال سيبتي ولا ميورال نوديولز، فبيأكد كلامنا ان ده سيمبل بانكرياتيك سيست، لانه هتفرق في الانترفيرشن تكنيك ما بين السودوسيست او النكروتيك بنكرياتيك سيست. هنا الحقيقه ترايفيزك سي تي ل ارتيريال فيز ماس افيد انهانسمنت في البنكرياتيك هيد وبودي. طبعا التيومر اللي بياخد انهانسمنت افيد بهذا الشكل في البنكرياتيك هيد او في البنكرياس عموما هو الاندوكراينال تيومر. ففي الارتيريال فيز بالذات تحديدا لما الاقي المناظر دي فده مباشره اقول اندوكراينال تيومرز. نفس الحكايه هنا بس هنا واخد ديفيوز تيومر في البنكرياس وواخد انهانسمنت في الارتيريال فيز. هنا بالالتراسونوجرافي مبين سيست والانترنتي بتاعت السيست الحقيقه مش واضحه، يعني ما انا مش قادر اعمل هل ده سوليد ماسز هل دي سيبتي هل بالترافيزكس تي مبين ان في تين سيبتي ودي طلعت ميوسنس تيومر ميوسنس سيستك تيومر في البنكرياس. فهنا يعني عايز اقول برضو شوف الالترا ساوند ممكن باخد منه ليميتد داتا بالسي تي وبالام ار، بعد كده ممكن اخد داتا مباشره قيمه بالنسبه للجراح. بعد كده هنا طبعا في البنكرياتيك تيل في سمول ليجن واخد انهانسمنت في الارتيريال فيز، وده تمام زي ما احنا قلنا ده يبقى اندوكراينال تيومرز.
هنا بالام ار اي مبين مالتي ليكولر سيست ادينوما في الهيد اوف بانكرياس، واهي مبينها وعامله اوبستراكتيف جونز دايليتد كومباكت داكت، وفي نفس الوقت عامله دايليتيشن للبنكرياتيك داكت ودايليتيشن للسايد سايد برانشز بتاعه البنكرياتيك داكت، وده جود ساين ان في اوبستراكشن. ده برضو another case هنا برضو بال MRI مبين ال dilated pancreatic duct، dilated pancreatic بال MRCP اهو طبعا dilated pancreatic duct و dilated side branches بتاع pancreatic duct، وده علامة ومفيش اي cause للobstruction، فده كان علامة من علامات الكرونيك pancreatitis. زي ما احنا شايفين ادي سكوب سريع على اهميه الديفرنت ايمجنج موداليتيز في تشخيص البنكرياتيك ليجنز. لو احنا هنتكلم بقى على البنكرياتيك ليجنز، انا عندي البنكرياتايتس بانواعها، عندي كلام عن البنكرياتايتس، عندي كلام عن البنكرياتيك تيومرز طويل ومفصل، كلام عن السيستيك ليجنز اوف بانكرياس، تمام، كلام عن التروما اوف بانكرياس. الوقت لا يسمح باننا نخش في كل دول نوبه واحده الحقيقه، فانا النهارده هكتفي بالكلام عن البنكرياتايتس فقط لا غير. هتكلم النهارده بس عن البنكرياتايتس، وعن نراجع بعض الايمجز في حالات البنكرياتايتس سواء كانت اكيوت او كرونيك بنكرياتايتس، عشان الوقت بتاعنا قصير طبيعي، وعلشان كتر الكلام زي ما بيقولوا بايه ينسي بعضه. فالنهارده بس هنتكلم على البنكرياتايتس، وفي محاضرات لاحقه هنفصل الكلام على الايمجنج والبنكرياتيك تيومرز والبنكرياتيك سيستيك ليجنز والبنكرياتيك تروما. البنكرياتيس زي ما قلنا اكيوت وكرونيك. الاكيوت بنكرياتايتس نوعين، الانترستيشال ادمتس بنكرياتايتس، ودي بتمثل 8% من الحالات 80% من الحالات، والنكروتايزنج بنكرياتايتس بتمثل 20% من الحالات. الانترستيشال ادمتس بنكرياتايتس بتعمل انلارجمنت للبنكرياس و loss of normal lobulation في الأوتر كونتور بتاع البانكرياس، والبري بانكرياتيك فاتي ستراندز، وديميتاس ديميتاس سيندروم من الفري فلويد حوالين البانكرياس. اما النكروتايزنج بانكرياتايتس اللي هي بتمثل 20% من حالات الاكوت بانكرياتايتس، بتعمل برينكيما نكروزس، يعني نكروتيك تشينجز في البرينكيما سواء كان فوكال او ديفيوز، والحته النكروتيك في زي ما هيجي في الايمجنج، الحته النكروتيك في البانكرياس ما بتاخدش كونتراست في اي مرحله من المراحل. السيتي فايندنجز بتاعت الاكيوت بانكرياتايتس زي ما قلنا انه في الانترستيشن ادمتس بانكرياتايتس في انلارج بانكرياس، في بيري بانكرياتيك فاتي ستراندز، وفي ادمتس فلويد كولكشن. يعني ممكن الليبيز يبقى لسه معلاش انت بالك، وبالتالي احنا الراديولوجيكال ساينز بتبقى سابقه اللابوراتوري فايندز. النكروتايزنج بانكرياتايتس ده بتمثل 20%، وقلنا انه الاهم كاركتر فيها وجود بانكرياتيك نكروزيس وملهاش انهانسمنت اطلاقا. يعني كميه الكوليكشن حوالين البنكرياس في النكروتايزنج بانكرياس اكتر بكتير قوي من الايه من الانترستيشن ادمتس بانكرياس، عشان كده لما بلاقي بنكرياتايتس والكميه الاديمه او البيري بانكرياتيك فلويد كوليكشن كبيره دايما بفكر ان دي نكروتايزنج بانكرياتايتس. لما راي فايندنجز في الاكيوت بانكرياتايتس برضه انلارجد بانكرياس، وبيبقى عشان البنكرياس بقى ادمتس ففي التي 2 بيبقى فيه انكريزد سيجنال، وفي التي 1 بيبقى لو سيجنال انتنسيتي، وفي الفات سبريشن بيوضح الصوره دي اكتر اذا كان في كمان ثين ريم اوف بيري بانكرياتيك كولكشن او لا. برضه نقول الام ار اي في التي 2 في التي 1 بيبين التي 1 كونتراست نون انهانسد تيشو نيكروزس في حالات النيكروتايزنج بانكرياتايتس، وفي التي 2 بيبقى دي مهمه جدا في التي 2 ساين ده اللي هو بريسيبيتيتد انترنال ديبريس داخل الفلويد كوليكشن بتاع النكروز. طبعا الادد فاليو بتاعه الام ار سي بي مهمه جدا، ان هو بيورينا الانتجريتي بتاعه البنكرياتيك داكت، وخصوصا مع النكروزس، هل النكروزس واخد البنكرياتيك داكت معاها او مش واخد. برضو لو فيه سيست نكروتيك سيست او
سيمبل سيست او سودو سيست كوميونيكيتد مع البنكرياس او لا. برضو بيشوف اي فلويد كوليكشن بري بنكرياتيك. والام ار سي بي مهم قوي ان هو تو ديتكت الكونجنيتال اناتوميك فاريانت في البنكرياتيك داكت، لان عندنا حاجه اسمها ديفيزم اوف بنكرياتيك داكت، ان هو البنكرياتيك داكت بتبقى فاتحه بتو داكت، مش داكت واحده ومش اوبننج واحده. البنترال بانكرياس داخل بيفتح بداكت لوحده، والدورسال بانكرياس بيفتح بداكت لوحده، ودي دايما بريسيبيتيشن للكرونيك بانكرياتايتس باستمرار. برضو الام ار سي بي بنقدر نشوف بيه جول ستون كنيجاتيف شادو موجود في الكومبان داكت، او في احيانا في البنكرياتيك داكت في حالات الالكوهوليك بانكرياتايتس، بالاضافه الى الديفيوجن بيبقى فيه restricted ADC value في الأكيوت بانكرياتايتس. هنا بعد الصور لحالات الأكيوت بانكرياتايتس واضح ان فيه طبعا bulky pancreas MRI مبين قوي البالكي pancreas، ومبين الهاي signal intensity اللي هي بتاعت الإديمة اللي داخل البانكرياتيك بارينكما، والسندريم اوف فاتي ستراندز مع اديما بيري بانكرياتيك. يبقى بالكي بانكرياس لوس اوف نورمال لوبيليشنز اديما في البارينكيما، والفاتي ستراندز مع سندريم اوف بيري بانكرياتيك كولكشن. هنا نفس المنظر بس هنا كميه الكولكشن حوالين البانكرياس الحقيقه اكبر بكتير. ده التراسونوجرافي مبين الاكيوت بانكرياتايتس. واضح ان مفيش لوبيليشنز بنكرياتيك لوبيليشنز في الكونتور. واضح ان في بيري بنكرياتيك وريترو بنكرياتيك تين ريم اوف كولكشن، ده بالاكزيال وده بالساجيتال سكان بالالتراسونوجرافي. وده وطبعا هنا البنكرياتيك داكت يعني بريزيرفد في الكاليبر بتاعها. طبعا ده في الغالب العيان ده هيكون رفيع مش اوبيز، وامين ابو ان انا ممكن اخد داتا منه بالالتراسونوجرافي. هنا طبعا في ديفكت في انهانسمنت رينكيمال فيز بتاعه الترايفيزيك سي تي في اريا ديفويد اوف انهانسمنت تماما، وده ريميننج بارينكيما واخده كونتراست انهانسمنت، فده النكروتايزنج بانكرياتايتس. فدي مناظر للنكروتايزنج بانكرياتايتس، ده المنظر ده والمنظر ده والمنظر ده، كل ده نكروتايزنج بانكرياتايتس بالحقيقه بالسي تي واضحه وصريحه. هنا كميه الكوليكشن حوالين ده نكروزس كبير جدا البنكرياس كله ما عدا ريميننج انهانسد بارت من البارينكيما بتاعه البنكرياس، كل ده بالترايفيزيك سي تي. هنا بيتعمل ار سي بي مبين البنكرياتيك داكت انها نوت انفولفد داخل النكروتيك تيشو، وده جود بروجنوستيك اسبيكت. طبعا دي فالمنت نكروتايزنج بانكرياتايتس لدرجه ان انا ما انا شايف كونتور افرق فيه ال افرق البانكرياس من البيري بانكرياتيك فلويد كل نكروتايزنج تيشو حوالين البانكرياس. ده بالترايفيزيك سي تي الحقيقه، وده هنا دخلت الهيباتيك ارتري وتراحيه بارشال ثرومبوزس للبورتال فين نتيجه للبيري بانكرياتيك كوليكشن، ودي نيكروتايزنج بانكرياتايتس من النوع الفاخر جدا. برضو انذر كيس اوف نيكروتايزنج بانكرياتايتس ريميننج بارينكيما واخده انهانسمنت وبالكي بانكرياس اند كانوت ديفرنشيت بتوين البانكرياس اند بيري بانكرياتيك تيشو. برضو من ضمن الكرايتيريا بتاعه النيكروتايزنج بانكرياتايتس وجود الجاس بابل داخل النيكروتايزنج اريا زي المنظر ده وزي المنظر ده. الجاس بابلز هنا بتمثل ايه؟ يا اما بتمثل جزء من الكيميكال تشينس نتيجه النيكروزس، او بتمثل سكندري انفكشن. وده طبعا فيري باد ساين، وبياكد برضه تشخيص النيكروتايزنج بانكرياتايتس زي هنا بالظبط اهو. هنا جاس بابلز بيري بانكرياتيك باينه وواضحه او صح. برضه نيكروتايزنج بانكرياتايتس في البنكرياتيك هيد بالفوليومتريك ايمجنج بتاع الترايفيزيك سي تي مبينها ديفويد اوف انهانسمنت. هنا بقى في سيست موجوده في
حاله نكروتايزنج بانكرياتايتس. والحقيقه عشان اقول دي سيمبل سيست او افرقها، واضح انها البريسيبيتيتد ديبرس. البريسيبيتيتد ديبرس ده مهم جدا انه يشخص النكروتايزنج بانكرياتايتس، لانه طريقه المانجمنت في السيست مختلفه جدا عن النكروتايزنج بانكرياتايتس. يعني انا ممكن اعمل انترفنشن تكنيك للسودوسيست او السيست العاديه، ولكن ما اقدرش اعمل انترفنشن فيه في النكروتايزنج بانكرياتايتس. وادي ادي سيمبل سيست اهي الحقيقه، ومتركب فيها درنقه، وبعمل لها اسبريشن وما اناش خايف. لكن بالنسبه للنكروتايزنج النكروتايزنج سيستك ليجن ده ممكن يعمل فالمينيشن جامد قوي للحاله اكتر. يعني الكرونيك بانكرياتايتس، الكرونيك بانكرياتايتس بيبقى لونج ستاندنج اكيوت بانكرياتايتس، ووصلت في النهايه للايه كرونيك بانكرياتايتس. في الكرونيك بانكرياتايتس او هو البرزنتيشن بتاعها سلولي جروينج، وبيدي الباترن بتاع الكرونيك بانكرياتايتس. الاسباب واحده في كلا الحالتين، لكن الكورس هو الكورس اوف ديزيز هو اللي مختلف. الكرونيك بانكرياتايتس بتبقى اولا الجلاند نفسها بتبقى صغيره اتروفيك تشينجز في البانكرياس، ويبقى دايليتد بيدد ونتيجه للفايبروزس. مع كرونيك بانكرياتايتس بيحصل بيدد ريستريكشنز في البانكرياتيك داكت، وبنشوف انترا داكتال كالسيفيكيشنز، وبنشوف انترا او بيري بانكرياتيك سودوسيست. وزي ما احنا قلنا مشكله الكرونيك بانكرياتايتس هي الفايبرو انفلاماتوري سودوماس اللي موجوده في البانكرياتيك هيد، اللي هي دياجنوستيك تشالنج از ات تيومر اور نوت تيومر. كل ده بنشوفه بالسي تي، الساينز دي كلها بالام ار اي. احنا قلنا عندنا في التي 1 في الاكيوت بانكرياتايتس هاي سيجنال انتنسيتي، ولو في التي 2 هاي سيجنال انتنسيتي، وفي التي 1 لو سيجنال انتنسيتي. في الاكيوت هنا معكوسه، خدت بالك انكريزد سيجنال انتنسيتي نتيجه لكميه الفايبروزس، انكريز سيجنال انتنسيتي في التي 1 وفاريبل سيجنال انتنسيتي في التي 2. البانكرياس في حالات الكرونيك بانكرياس بياخد كونتراست انهانسمنت في التي 1، بيبقى كونتراست اعلى حتى من الانهانسمنت بتاع الليبر. التي 2 والام ار سي بي الحقيقه ممكن اشوف عن طريقهم الدايليتد بانكرياتيك داكت، الارجولاريتي اللي في الكونتور بتاع البانكرياتيك داكت، الدايليتد سايد برانشز بتاعت البانكرياتيك داكت، وجود ستونز في داخل البانكرياتيك داكت، وده دايما موجود زي ما احنا قلنا في الالكوهوليك بانكرياتايتس. وممكن نعمل ما نسميه السكرتين ام ار سي بي، وهنيجي نشرحه دلوقتي. ده حاله دي حاله كرونيك بانكرياتايتس، وفي irregularity وانترابشن للكورس بتاع البانكرياتيك داكت. هنا بال الاي ار سي بي مبين دايليتد سايد برانشز، وده نورمالي انا ما بشوفش السايد برانشز بتاعت البانكرياتيك داكت. اول ما اشوف السايد برانشز بتاعت البانكرياتيك داكت بعرف ان انا في يا اما في اوبستراكشن يا اما في كرونيك بانكرياتايتس. هنا برضه هنا حاله كرونيك بانكرياتايتس ام ار سي بي، ده مبين ام ار سي بي مبين هنا دي البانكرياتيك داكت موضحه، وهنا بقى دايليتد سايد برانش. دايليتد سايد برانش ده علامه من علامات الكرونيك بانكرياتايتس. هنا دايليتد بانك اتروفيك او انا اتروفي للجلاند، ووجود ستون داخل البنكرياتيك داكت، ودي حاله الكحوليك كرونيك بانكرياتايتس. هنا باين الاتروفي وباين الكالسيفيكيشن داخل الجلاند، هو واضح بوضوح كبير قوي، اتروفي البانكرياس ودنس كالسيفيكيشنز، وهنا كالسيفيكيشنز اراوند دي دايليتد بانكرياتيك داكت. الحقيقه انا هستكفي بالجزء ده من البنكرياس عشان ما الناس ما تزهقش، وبعد كده زي ما انا قلت لكم هناخد ليكتشر بعديها على البنكرياتيك تيومرز، وليكتشر ثانيه على السيستيك ليجنز اوف بنكرياس. وبشكركم وشكرا جزيلا، وعساكم تكونوا استفدتوا من